بها أثناء إبادة الشكر والثناء والامتنان لكل المشاركين في هذا المؤتمر العلمي المتميز. وأخص بالشكر المركز الدولي للخبرة الاستشارية في شخصية الأستاذ ضياء مهمان، كما أشكر هيئة المحامين بمراقب شعراء سيارة السيد النقيب الأستاذ محمد الحميدي، كما أشكر الأستاذ أيوب محمد الذي أخذ المبادرة وعرض علينا المشاركة في هذا الحفل العلمي البهيج. في هذا المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه 14 دولة وتحت عنوان الأمن السيبراني، تشريعات الأمن السيبراني في الدول العربية، وهو مؤتمر من الأهمية بمكان، لأنه كما هو معلوم المجال السيبراني المتمثل في مجال الأنترنت ومجال التواصل شبكات التواصل الاجتماعي أصبح يطغى على معاملات كافة الأشخاص سواء ذاتيين أو اعتباريين، بل حتى الدول الآن تهتم به وتتعامل فيه. لذلك فإن هذا المؤتمر هو مؤتمر مهم جدا، أهميته تتجلى في التوصيات التي انتهى إليها والتي ستكون أرضية للمشرع المغربي وللمشرع العربي بصفة عامة لإخراج قوانين وقواعد لتنظيم هذا المجال ولحماية المعطيات المتوفرة في هذا المجال سواء الشخصية أو العامة أو المعطيات المتعلقة بالدول. وقد شارك في هذا المؤتمر تلة من السادة القضاة المنتمين للودادية الحسنية للقضاة، وكذلك زملاؤنا في نادي قضاة المغرب أيضا شاركوا، وكانت مداخلاتهم مداخلات متميزة جدا. وهذا هو دور الجمعيات، جمعيات المهنية كجزء من المجتمع المدني، تكون فاعلة ومواطنة لما فيه الصالح العام. وشكرا لك. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، باعتبار الجهاز القضائي الذي ننتمي إليه كجمعية مهنية، فإن المغرب وبعد جائحة كورونا يعني عرف استعمالا موسعا للتكنولوجيا الحديثة عن طريق تنظيم ما سمي بالمحاكمات عن بعد، عن طريق تقنيات الفيديو، وكذلك استعمال مجموعة من الوسائل التكنولوجية عن طريق مجموعة من الوسائط والتطبيقات الإلكترونية كموقع مثلا المحاكم، وكذلك استخراج مجموعة من الوثائق عبر الأساس الإلكتروني، وهو ما من شأنه أن يمس بمجموعة من المعطيات الشخصية للأشخاص. فكان لزاما أن يتم النقاش حول موضوع الحماية الأمنية لمجموعة من المعلومات التي قد تشكل خطرا على الأشخاص وعلى أمن المجتمع. فلهذا تم التفكير من طرف المشرع المغربي على إحداث ترسانة تشريعية ابتدأت بقانون 025 وكذلك 43-20 التي حاول من خلالها المشرع المغربي أن يساير السرعة التي تسير بها التكنولوجيا من أجل ملاحقة أولئك الذين يحاولون أن يهتكوا سريرة الأمن السيبراني. بطبيعة الحال المحاكمة عن بعد التي تحدثنا عنها يعني أثارت مجموعة من النقاشات، باعتبار أنها قد تشكل مساسا بمجموعة من المعلومات الخاصة بالأشخاص، وكما تعلمون من المسائل الأساسية في الجهاز القضائي هو الحفاظ على السرية في الوثائق، الحفاظ على السرية في المعلومات الشخصية، الحفاظ على السرية في مجموعة من المعطيات التي إن يعني تيسر الولوج إليها من طرف أي كان قد تعصف بمجموعة من التوابيت التي قد تشكل خطرا كما قلت، إما سواء على الأفراد أو على الدولة، على أمن الدولة. وفي التشريعات العربية شاركنا اليوم في هذه الندوة المباركة المتعلقة بالأمن السيبراني ودوره في محاربة الجريمة، هذه الجريمة التي أصبحت عابرة للقارات وأصبحت تتطلب دورا كبيرا من أجل ضبطها. وبطبيعة الحال هذا التطور التكنولوجي الذي أصبح يخدم جميع المجالات الدولة وجميع مجالات القطاع العام في الأمن المعلوماتي أكيد أن له دورا آخر، وهو دور خفي، وهو ارتكاب الجرائم، وبطبيعة الحال سهولة ارتكاب الفعل، وبطبيعة الحال الندوة ناقشت مجموعة من المعطيات المتعلقة بضبط المرتكبي الأفعال ووسائل الإثبات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية إلى غير ذلك من المواضيع.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.